المعيار للونشريسي وستجدون هذا الكلام موثقا. لكن أردت أن أنقل كلام لزعيم الخبراء في وقته وزعيم المحدثين في وقته، رجل ملأ الدنيا وطبقها شهرة، هو ابن جزي، ابن الجزري، وليس ابن جزري، ابن الجزري المقر، صاحب الجزرية. من منا لا يعرف الجزرية؟ هذا الذي كان مقرئا محدثا، كان عالم القراءات، إمام القراءات في عصره، وكان إمام الحديث في عصره، وتولى القضاء، ومن وولي مشيخة الإقراء بالعادلية، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية، وولي مشيخة الصلاحية في بيت المقدس. عنده كتاب اسمه التعريف بالمولد الشريف، وعنده اختصار لهذا الكتاب اسمه التعريف بالمولد الشريف، وعنده كتاب آخر أيضا المولد الكبير في السيرة، وقد توفي سنة 833 هجري، ودفن في دار القرآن التي أنشأها، وعمره 82 عام. الشيخون ابن الجزري شيخ قراء عصره في هذا الحديث. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزيا في النار، أنا قلت أين؟ قلت في البرزخ. أقول قول المقرئ إمام القراء في عصره وإمام المحدثين. قال: فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار فما حال المسلم الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ببشره بمولده وبذل ما تصل إليه قدرته في محبته؟ لعمري إنما يكون جزاؤه لأخرج. قالوا جزاؤه الله هكذا الله. وقلنا لابن عربي يجعله في أبيات من الشعر، يقول: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أدى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ والغريب في الأمر أن هؤلاء الذين يفتون في تبديع الأمة بالاحتفال بالمولد يحتفلون إلى اليوم سنويا أسبوعا كاملا بمحمد بن عبد الوهاب، يعني الاحتفال بيوم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم تبدع فيه أمة، يبدع فيه ابن عربي، ويبدع السيوطي لأنه ألف مؤلفا خاصا في هذا
يشتركون في هذا الأسبوع، ومع ذلك لا يقولون بالتبديع في ذلك، نسأل الله السلامة. أختم كلامي بهذا الحديث الذي لو سمعه هؤلاء إن قالوا من قبل النضال الآن سوف أجد ربما عصا غليظة دبوس ينفرون به على، أقول هذا الحديث صححه الألباني حتى أخرج من الله، ربما يشفع في هذا الحديث. روى الترمذي حدثنا الحسين بن حريث حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد